السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قوم؟ اخباركم؟ كل جمعة وانتم بألف خير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الدردشة الاسبوعية اللي هي يوم الجمعة. فكل جمعة وانتم بألف خير. يا رب صوت الريح ما يعملش مشكلة مع التسجيل وتطلع الحلقة مسموعة والصوت تمام. قولوا لي لو الصوت ما كانش تمام. كل جمعة وانتم بألف خير. الاسبوع ده اللي فات ده كان حافل بالمواضيع، حافل بالاخبار. يا رب تكونوا استفدتم من الاسبوع اللي فات ده، وان شاء الله الاسبوع الجاي كمان يكون في فايده اكتر واكتر. تعالوا نتكلم كده عن الخطه اللي في دماغي الاسبوع الجاي، واتمنى برضو تسيبوا لي اقتراحاتكم في التعليقات. الاسبوع ده انا غيرت شويه حاجات بناء على تعليقاتكم. النهارده وبكره بقرا التعليقات اللي موجوده في الموضوع ده في الفيديو ده، وبناء عليه بشوف انا لو في حاجه الناس طلبها اكتر بتكلم عنها واغير خطط بتاعتي. يوم الأحد إن شاء الله وحلقة جديدة من شوارع كندا. هختار لكم كده حاجة غالبا من خارج ساسكاتون، مش عارف لسه، مش متأكد، هشوف اللي متاح ونزله ليكم يوم الأحد إن شاء الله. يوم الاثنين هأبدأ أتكلم عن برنامج هجرة جديد، برنامج فيدرالي. احنا خلصنا الأسبوع ده الحمد لله الكلام عن اللي هو الأطلنتيك، المقاطعات الأطلنطية، البايلوت بتاعهم اللي قلنا أنه تم تمديده سنتين كمان. هتكلم عن الكير جيفرز اللي هم الناس اللي في المهنة بتاعت الرعاية، رعاية بالأطفال، رعاية بالمسنين. أنا لسه معرفش أي تفاصيل عن البرنامج ده، هادخل أقرأ وذاكر وأدرس وبعدين أعملكم إن شاء الله حلقة يوم الاثنين أعرضها عليكم. يوم الثلاث حلقة جديدة من اسأل وأنا جاوب، بناء على الأسئلة بتاعتكم اللي يعني بشوفها خلال الأسبوع، وغالبا اللي بشوفها في الموضوع ده بابدا كده اكون فكره ايه هو السؤال اللي او الحاجه اللي الناس تسال عنها بشكل اكبر، واحاول ارد عليها ان شاء الله. فاكتبوا لي اسئلتكم، خلينا اختار واحده منهم. ده يوم قلنا الثلاث صح. يوم الاربع ان شاء الله خبر وتعليق. ما اعرفش هيكون الخبر عن ايه الاسبوع ده، كل اسبوع ما شاء الله في مجموعه من الاخبار، هنشوف ايه الاخبار ونتكلم عنها يوم الاربع ان شاء الله. يوم الخميس المفروض انا بقالي اسبوعين عايز اتكلم اكمل حلقات اللي هي شراء البيوت، لكن طلباتكم هي اللي بتخليني اجل الموضوع ده. فان شاء الله يوم الخميس ده هتكلم عن الخطوه الجايه من طلبات من شراء البيوت. نكمل بقى، عايزين نكمل الموضوع ده ونقفله ان شاء الله. ده يوم الخميس. وجمعه دردشه مره تانية، نعود الى الدردشه كده ونشوف مع بعض هنعمل ايه الاسبوع اللي بعده باذن الله. السبت في العادة بيكون أجازة إلا إذا كنت هطلع بث مباشر. كنت قلت لكم الأسبوع اللي فات أنه أنا بصدد أن أنا أعمل لقاء مع ضيف جديد في الذكرى السنوية بتاعت شريف الشريف. قلنا نعمل لقاء مع واحد تاني، أحد أصدقائنا هنا في ساسكاتون، وفعلا يوم الأحد اللي فات الحمد لله قدرنا نسجل شوية حاجات. أعتقد بداية من السبت يعني ممكن أنزل حاجة يوم السبت اللي هو بكرة، وإذا قدرت أنزل أكتر. هي محتاجة مونتاج بس، والصوت كنا في كافيه فالصوت ما كانش يعني مساعدنا، الناس حوالينا كان صوتهم عالي شوية، فلسه أنا ما سمعتش الصراحة اللي احنا عملناه، لكنه غالبا هنزل حاجة يوم السبت أو خلينا أقول الأسبوع الجاي، بلاش أوعد بيوم معين، لكن الأسبوع الجاي أكيد هتنزل حلقة على الأقل مع ضيف جديد إذا ما كانش أكتر. الجديد برضو اللي أنا محتاج مساعدتكم فيه ومحتاج آرائكم ومحتاج اقتراحاتكم، أنا بفكر أعمل حاجة كده زي ما تقولوا مسابقة خاصة للمتابعين، لأحبابي المتابعين هنا في قناة اليوتيوب. بفكر أن أعمل حاجة ليهم، حاجة خاصة كده في دماغي، في أفكار، لكن حابب أسمع منكم أنتوا إيه رأيكم؟ إيه ممكن تكون الفكرة؟ إيه ممكن تكون الجائزة؟ شروط المسابقة؟ هل هي مسابقة؟ ممكن تكون إيه الشروط؟ إيه طبيعة الجائزة؟ ممكن تكون ايه؟ كل كام ممكن تلعبل؟ كل يوم، كل اسبوع، كل شهر؟ طب ولو كل يوم ممكن تكون ايه الجائزة؟ كل اسبوع ممكن تكون ايه؟ الى اخره. يعني شوية افكار كده، حابب انه انا اعمل حاجة ليكم. بشكر طبعا 31,000 مشترك اللي موجودين في القناة، بشكر كل المفعلين الجرس، وحابب ان انا اعمل حاجة اكتر ليكم علشان ممكن تكون مفيدة ليكم. فانتوا ادوني اقتراحاتكم. انا في حاجه مش هكدب عليكم، في حاجه في دماغي المفروض هاعلن عنها يوم السبت، لكن هدي فرصه للتعليقات النهارده. لو لقيت حاجه ممكن تغير شويه الفكره، مش عايز اقول لكم الفكره دلوقتي مش هحرقها، لكن هشوف من تعليقاتكم لو في حاجه ممكن نعمل بيها برضه.
فعايز تشجيع بقى، عايزين تشجيع كده نشوف ازاي ممكن نفيد الاعضاء الكرام. ما تنسوناش من الدعم المستمر، شكرا ليكم فعلا، شكرا لدعمكم، تواجدكم، تفاعلكم شيء ممتاز جدا، اشكركم عليه. اتمنى لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، اتمنى اللي مفعلش الجرس لسه يفعل الجرس يعني. واتمنى اذا عجبكم المحتوى اولا تشاركوني بالتعليقات باقتراحاتكم باسئلتكم. النهارده هو اليوم ده اليوم المفتوح، واذا عجبكم المحتوى يا ريت لايك وشير، وما تنسوناش دائما من الدعوات، وفي امان الله.